السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هكمل معاكم النهاردة ان شاء الله شرح Lesson 2 Factorizing a number to its prime factors. احنا كنا خلصنا الجزء ده، هعمل معاك ريفيجن صغير على اللي اتعلمناه في الحصة اللي فاتت وهكمل لك الجديد بتاعك ان شاء الله. قبل ما نبدأ يا شباب، كله بيقول بسم الله. يلا بسم الله. لو تفتكر حصتي اللي فاتت خلصت لما استخدمنا فين دياجرام واحنا بنجيب جي سي اف، المنظر ده كده اللي خلصنا عليه او اللي الحصه اللي فاتت خلصت بيه، تمام؟ قبل ما اروح وراجع لك واقول لك انا قلت ايه، انا هراجع معاك الافكار الاساسيه، المراجعه الاساسيه اللي انا قلتها معاك جوه الحصه اللي فاتت. هراجعها معاك ليه؟ عشان عايزاك متاسس كويس قوي، عايزه الكلمات اللي انا قلتها والشغل اللي انا اشتغلته في الحصة اللي فاتت ثابت قوي في دماغك وكمل عليه. متفقين؟ اتعلمنا اساسيات مهمة جدا في الحصة اللي فاتت. ركز معايا بقى، انا براجع اهو. ها، اتعلمت لما تقول ان 5 multiplied by 4 الكلام ده equals 20. اتعلمنا وانت شغال في multiplication equation النمبرز اللي قبل الايكوال اسمهم factors، النمبر اللي قبل الايكوال اللي بعمل لهم ملتبلاي اسمهم فاكتورز، واللي بعد الايكوال اسمه ملتبل. متفقين؟ يبقى احنا كده فرقنا بين كلمه فاكتور وكلمه ملتبل. فلما اجي ابدا واتكلم على الفايف والفور، يعني انا هنا مديالك اكزامبل اهو، ده الاكزامبل بتاعي اللي انا شغاله عليه دلوقتي، 5 ملتبلاي باي 4 ايكوالز 20. فلما اجي ابدا كلامي بالفايف والفور، بص كده، 5 and 4 are factors of number 20. بدأنا بال 5 وال 4 يبقى هما ايه؟ factors، عشان هما موجودين قبل ال equal. factors لمين؟ لل 20. factors ل number 20. طب لو بدأت كلامك بال 20 هقول 20 is a multiple، is a multiple for both 5 and 4 للرقمين 5 and 4. ودي أول حاجة اتعلمناها وركزت معاك فيها قوي الحصة اللي فاتت، كلمة فاكتور وكلمة ملتبل. بعد كده قلتلك على جملتين لازم كده دايما تتسأل فيهم، لازم تبقى عارفهم ومفرق ما بينهم كويس قوي، اللي هم ايه؟ one is a common factor for all the numbers، كل النمبرز اللي في الدنيا one factor ليها، one common factor for all the numbers. zero is a common multiple for all the numbers. يبقى لما اقول لك مين هو common factor هتقول لي 1، مين هو common multiple هتقول لي 0، تمام؟ بعد كده اتعلمنا ان النمبرز بتاعتي حاجه من الاثنين، يا هتتعامل معاها على انها prime numbers يا اما composite numbers، يا اما prime numbers يا اما composite numbers. طب ايه الفرق؟ اتفقنا ان prime numbers دي has only two factors، عندها بس two factors، تمام؟ الفاكتورز دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن one and itself، one and itself. يعني لما تروح في التايم تيبل كده وتقول لي 3 مس برايم نمبر، اصلي ما فيش عندي غير 1 multiplied by 3 equals 3. بص كده الفاكتورز، احنا اتفقنا ان هي دي فاكتورز. الفاكتورز بتاعت 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 اهو and itself ونفسها. لما تقول لي 1 multiplied by 7 equals 7، ها، عشان كده بقول على ال 7 ده برايم نمبر. ليه؟ ما عندوش غير only two factors اللي هما 1 اهو و itself ونفسه. متفقين؟ انما لما نتكلم على كلمة composite number هقولك انه has more than two factors. خليك فاكر بقى، composite number has more than two factors، عنده اكتر من two factors، تمام؟ يعني لو عنده 3 factors هيبقى composite، عنده 4 factors هيبقى composite. متفقين؟ حاجة كمان قلناها في prime numbers، قلنا ان number 2 هو النمبر الوحيد اللي even prime number، number 2 هو الوحيد even prime number، لكن كل prime numbers التانية هتلاقيها odd numbers. متفقين؟ ده الاساس اللي احنا قلناه في الحصة اللي فاتت، ده اساسنا بتاع الحصة اللي ايه؟ اللي فاتت. بعد كده اتعلمنا حاجة اسمها فين دياجرام، فين دياجرام، وعملنا الاكزامبل اللي كان موجود معاك جوه الكتاب
تمام، اللي هو 18 و24، ورسمنا فين دياجرام ل 18 و24. تمام. طب تعالى دلوقتي قبل ما اكمل شرح وازود في الكلام، هراجع معاك اصلا فين دياجرام ده حكايته ايه. تمام. طيب لو انا معايا تو نمبرز زي 12 و15، وقلت لك هات لي اوكي جريتست كومن فاكتور، جريتست كومن فاكتور لل 12 وال 15، اول حاجه بتفكر فيها ان انت بتعمل فاكتورايز. اوكي، بتعمل فاكتورايز للبرايم فاكتورز بتاعتهم. 12 كومبوزيت نمبر اهو، فتحط في ايه؟ في الريكتانجل. طب هنزل بيه على 2 ملتبلايد باي 6. التو عباره عن ايه؟ برايم، اتحط في سيركل. ال 6 هينزل ل 2 ملتبلايد باي 3. خد بالك ان ال 6 بتاعك ده كومبوزيت نمبر، عشان كده حطيت له ريكتانجل. طب ال 2 وال 3 اخبارهم ايه؟ لا برايم. احنا كده خلصنا ال 12. يبقى لما اخد ال 12 وانزل بيها لتحت، بص كده 12 ايكوالز، هتاخد بقى النمبرز اللي انت كاتبها في السيركلز. 2 باي 2 باي 3 اهو، 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 3. و2 و2 و3 دول بسميهم برايم فاكتورز اوف 12. ركز معايا بقى، برايم فاكتورز اوف 12. متفقين؟ تعال نروح عند ال15. طبعا هو كومبوزيت، هينزل على ايه؟ هينزل على 3 ملتبلايد باي 5، صح كده؟ تمام. الثري اخباره ايه؟ برايم. والفايف اخبارها ايه؟ برايم. اتحطوا في سيركلز اهم. ابدا انزل لي هنا 15 equals 3 multiplied by 5. شايف الثري؟ هحطها تحتها بقى هنا، عندي 3 فوق من الفاكتورز بتاعت ال 12، هحط الثري بتاعت ال 15 تحتها بالمنظر ده. multiplied by 5 هزقها بعيد. طب زقيتها بعيد ليه؟ علشان ما ينفعش احط numbers مش شبه بعضهم تحت بعضهم، عشان ما تتلخبطش. متفقين؟ طيب بعد كده الطريقه الاساسيه بتاعتك وانت بتجيب greatest common factor، كنا بنقول عندي 3 فوق وتحت اهي اتحطت في ريكتانجل. تمام. وبعد كده بكتب له هنا جي سي اف، الكلام ده ايكوالز، وبشد ال 3 اللي موجوده فوق وتحت، بشدها نزلها تحت، فال 3 نزلت اهي، صح كده؟ الكلام ده اللي انت عارفه، الكلام ده اللي انت عارفه. امال فين دياجرام ده بستخدمه ازاي؟ بتعامل معاه ازاي؟ لما توصل للحته دي مش لازم بقى تكتب لي جي سي اف هنا. اوكي، لا، انت بترسم لي تو سيركلز، التو سيركلز دول انترسكت، يعني متقاطعتين بينهم جزء متشارك بالمنظر ده. الرسمه دي اسمها فين دياجرام، الرسمه دي اسمها فين دياجرام. تمام. انت بتتعامل مع تو نمبرز اللي هم ايه؟ اللي هم 12 و15، فسيركل منهم هتسميها 12 والسيركل الثانيه هتسميها 15. متفقين؟ طب ايه هو الكومن فاكتور زي ما انت شايف بين ال12 وال15؟ طبعا بعد ما بتكون وصلت لايه؟ للبرايم فاكتورز بتاعتهم وكتبت لي الجزء ده. ايه هو الكومن فاكتور اللي موجود عند ال12 وموجود عند ال15؟ ال3. باجي اكتبه هنا في common area، الجزء المشترك بين السيركل بتاعت ال 12 والسيركل بتاعت ال 15. ركز كده، هتلاقي الجزء ده موجود عند السيركل بتاعت ال 12 وفي نفس الوقت موجود عند السيركل بتاعت ال 15. تمام كده، انا اخدت خلاص السري اللي هو المشترك بتاعي. طيب يتفضل لك ايه عند ال 12 ومش عند ال 15؟ تعال نبص كده، احنا خدنا السري، ناقص لي 2 ايه؟ و 2. هروح اكتب هنا 2 و 2. طب متفضل لك ايه موجود عند ال 15 ومش موجود بقى عند ال 12؟ متفضل لك ايه؟ متفضل لي 5. انا اخدت 3 وكتبتها اهي، متفضل لي ال 5 دي، هكتبها في الجزء بتاع ال 15. بص كده، لو انت خبيت الجزء دوت بالنسبه لل 12 ومعاك السيركل بتاعت ال 15، ال 15 يا ميس 3 ملتبلايد باي 5، وهي دي البرايم فاكتورز بتاعتها. طب تعالى نعكس، خبي الجزء بتاع ال 15 وبص لي على ال 12. يا ميس ال 12 يعني 2 باي 2 باي 3، 2 باي 2 4 باي 3 يعني 12، يعني هي دي البرايم فاكتورز بتاعتها. متفقين؟ من شكل فين ده تقدر تجيب الجريتست كومن فاكتور. ازاي؟ شايف الكومن اريا دي، الجزء المشترك بين التو سيركلز ده؟ شدهولي على تحت، ايكوالز 3.
يبقى ال greatest common factor بتاعك من شكل فين equals ايه؟ 3 فين دياجرام. فين دياجرام. طب هو ممكن اصلا هينزل لي في الامتحان؟ اكيد اكيد هينزل، واكيد ممكن بقى ينزل لك ان انت اللي ترسمه وتبدا تحط البرايم فاكتورز بتاعتك جواه، وتبدا يقول لك هات لي الجريتست كومن فاكتور او الليست كومن مالتيبل، وهنتعلم دلوقتي ازاي بنجيبها. وممكن كمان ينزله لك مرسوم جاهز ويقول لك كومبليت او تشوز، ويقول لك فروم ذا اوبوزيت فيجر، من الشكل اللي قدامك ذا جريتست كومن فاكتور از ايه. فانت تبدا تروح تبص على الكومن اريا بتاعتك وتقول ال 3 جريتست كومن فاكتور بتاعي. على حسب السؤال بقى هينزل ازاي، واحنا طبعا هنتدرب وهنحل اسئله كتير، لكن انا دلوقتي رجعت معاك فكره فين دياجرام. لما بيكون عندك برايم فاكتورز مشتركه بتتكتب في الكومن اريا، دي اسمها الكومن اريا بتوين ال 12 وال 15. طب لو ما عنديش بقى يا مس برايم فاكتورز مشتركه بين الاثنين، يعني معايا تو نمبرز ومفيش بينهم كومن برايم فاكتورز، هنسيب الحته دي فاضيه، هنسيب الحته دي فاضيه، وهنشوف دوت بنعمله ازاي دلوقتي. متفقين؟ تعالوا نكمل. خلونا يا شباب نتفق الاول، لو انت عايز تجيب ال سي ام بتاعك ليست كومن مالتيبل بتاعك يوزنج فين دياجرام، وانت بتستخدم فين دياجرام زي ما اتفقنا، انت بتجيب الجي سي اف بانك بتشد النمبرز اللي موجوده في الكومن اريا تكتبها هنا، لو عندك اكتر من نمبر بتعمل لهم ملتبلوي. ليست كومن مالتيبل انت كل النمبرز اللي بتقابلك بتشدها تحت وتعمل لها ملتبلوي. يعني بص كده، قابلني 2 اهو ملتبلويد باي، قابلني 2 اهو ملتبلويد باي، قابلني 3 اهي ملتبلويد باي، قابلني 5 اهي. يبقى انا عشان اجيب الليست كومن مالتيبل كل النمبرز وانا ماشي كل واحد هيقابلني هشده على تحت عشان اعمل لهم ملتبلوي. الكلام ده ايكوالز 2 by 2 ب 4 multiplied by 3 by 5 ب 15 4 by 15 يعني سكستي. يبقى الليست كومن مالتيبل بالنسبه لل 12 وال 15 هو مين؟ هو سكستي. ليست كومن مالتيبل لل 12 وال 15 سكستي. انت كده باستخدام فين دياجرام قدرت تجيب حاجتين، قدرت تجيب ايه؟ حاجتين جي سي اف وال سي ام باستخدام الرسمه دي فين دياجرام. متفقين؟ علشان لما تيجي في الامتحانات زي ما اتفقنا. طيب تعال اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا جدا جدا. اوكي، ساعات بيسالك يقول لك ايه، انا عايز جي سي اف جريتست كومن فاكتور تمام لتو برايم نمبرز، ويدي لك تو برايم نمبرز. شوف انا بكتب قدامك ازاي عشان هي حاجه مهمه، حاجه مهمه اللي انا بقوله ده مهم. يعني مثلا يقول لك لل7 ولل3 ايه هو الجي سي اف بتاعهم؟ يا ميس هم برايم نمبرز، يعني ال7 ما عندوش غير 2 فاكتورز بس اللي هم ال1 وال7، وال3 ما عندوش غير 2 فاكتورز بس اللي هم 1 وال3، صح كده؟ برايم يعني الفاكتورز بتاعه 1 واتسلف 1 و7، وبالنسبه لل3 الفاكتورز بتاعتهم 1 و3 ال1 واتسلف. ها مين موجود هنا وهنا يا شباب؟ ال1. ال1 بص موجود هنا وهنا ازاي؟ عشان كده لما يكون عندك 2 برايم نمبرز يبقى الجي سي اف بتاعها ايكوالز 1. وعلى فكره ده سؤال مهم قوي قوي قوي، ومش بعيد يبقى هو ده تركة من تركات الامتحان، حاجة تتسأل فيها. تاني لما يكون عندك 2 برايم نمبرز ويسألك ايه هو الجي سي اف بتاعهم الجريتست كومن فاكتور بتاعهم، هتقول لي 1. وخليك فاكر احنا متفقين ان ال1 فاكتور فور اول ذا نمبرز، 1 فاكتور فور اول ذا نمبرز تمام. وبناء بقى على الجملة بتاعت لما يكون عندي 2 برايم نمبرز وبيسألني ايه هو الكومن فاكتور بتاعهم الجريتست كومن فاكتور بتاعهم، فبقول له 1، هيبدا معاك الشغل في الجزء اللي بعد كده في كتابك. ركز كده، هو هنا بيقول ايه، ركز معايا بقى، بص هنا بيقول ايه، هاو كان يو فايند ال سي ام اند جي سي اف تو برايم نمبرز اند تو
relatively prime numbers. يعني ايه يا ميس relatively prime numbers دي؟ هتعرف دلوقتي. تمام، هو هنا بيقولك the relatively prime numbers or numbers whose only common factor is one. ركز بقى عشان الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، ركز معايا قوي. اوكي، طب لما يديك example ويقولك find GCF. GCF لمين؟ ل 8 و 9. تعال ناخد ال 8 و 9 بره ونروح نشتغل. انا معايا نمبر 8 ومعايا نمبر 9، وهما الاثنين كومبوزيت، فتحطوا في ايه؟ في ريكتانجل، وهبدا اعمل لهم فاكتورايز. ال 8 هتنزل على 2 ملتبلايد باي 4، ال 2 برايم وال 4 كومبوزيت اتحطت في ريكتانجل، هتنزل ال 4 على 2 ملتبلايد باي 2، ال 2 خلاص بقوا برايم اهم. يبقى الـ 8 بتاعتك equals 2 multiplied by 2 multiplied by 2. طب الـ 9 هتنزل على ايه وانت بتعمل لها factorize؟ هتنزل على 3 multiplied by 3. طب الـ 3 والـ 3 اخبارهم ايه؟ هما الاتنين prime factors يا ميس. تمام، هروح اكتب له هنا هون 9 equals، ها عندك 3 تكتب تحتها؟ ما عنديش، هبعد كده اقول له 3 multiplied by 3. طب الكلام دوت لما اجي اعمله بفين دياجرام، لما اجي اعمله بفين دياجرام، بص معايا كده، احنا اتفقنا فين دياجرام يعني انا معايا 2 سيركلز اهم بينهم كومن اريا، متفقين ما اختلفناش. السيركل الاولانيه بتاعت نمبر 8 والسيركل الثانيه بتاعت نمبر 9 زي ما انت شايف، صح كده؟ طب عندك حاجه كومن بين ال 8 وال 9؟ لما بصيت كده عندك حاجه عملنا عليها ريكتانجل موجوده مشتركة بين الـ 8 والـ 9؟ ما عنديش. خلاص تعالى بقى في الجزء بتاع الـ 8، الـ 8 لوحدها، الجزء ده بتاع الـ 8 مش مشترك مع الـ 9، واكتب لي 2 2 2، اكتب لي الـ A الـ prime factors بتاعتها 2 و 2 و 2. وتعالى عند الـ 9 في الجزء بتاعها، الحتة بتاعتها دي لوحدها مش مشتركة فيها مع الـ 8، واكتب لي الـ prime factors بتاعتها 3 3. لما اجي بقى اسالك، لما اجي اسالك مين هو الجريتست كومن فاكتور لل 8 وال 9 يا ميس، انا ما عنديش حاجه هنا مشتركه، وانت قلتي اللي بيكون مشترك هو هنا هو ده اللي بيبقى الجريتست كومن فاكتور، متفقين؟ وعشان انت ما عندكش حاجه مشتركه هنا فالجريتست كومن فاكتور ليهم 1. الجريتست كومن فاكتور ليهم عشان ما عنديش حاجه موجوده هنا فهو 1. طب ليه 1 يا ميس؟ مش احنا اتفقنا ان 1 is a common factor for all the numbers، كل النمبرز اللي في الدنيا عندها فاكتور اسمه 1؟ كل النمبرز اه، فلما ما تلاقيش greatest common factor للنمبرز اللي بيسألك عليها على طول هتروح تقول له ان greatest common factor بتاعك 1. معلومتين مهمين قوي بقى في الورقة دي، الورقة دي فيها معلومتين مهمين، اللي هما اول حاجه اتفقنا ان لما يكون عندي 2 prime numbers هيبقى الجريتست كومن فاكتور بتاعهم 1، هو ده اللي عند البرايم نمبرز، هو ده اللي عند النمبرز كلها اصلا يعني. تمام، لما يكون عندك 2 numbers وادي الاكزامبل بتاعك زي ال 8 وال 9، مفيش بينهم كومن فاكتورز، مفيش، يبقى الجريتست كومن فاكتور بتاعهم 1. greatest common factor بتاعهم وهم مش عندهم common factors هنا في الجزء ده في common area بتاعتهم بيكون 1. تمام، وبسميهم، بسمي النمبرز دي اوكي relatively prime numbers relatively. اوكي طيب، احنا كده خلصنا الجزء ده، خلاص عرفنا ان GCF بالنسبة لل 8 وال 9 equals 1 عشان ما فيش بينهم هنا ايه؟ حاجة مشتركة، ما فيش بينهم هنا فاكتورز مشتركة، متفقين؟ تعال نبدأ ناخد اكزامبل نمبر 1، نبدأ نحل بإيدينا بقى. هو هنا بيقول اكزامبل نمبر 1 find GCF and LCM 2 4 and 9. تمام؟ طيب وبعد كده بيقول لك R 4 and 9 2 relatively prime numbers why وليه. طب تعالى الاول ناخد الفور والناين
ونمشي كده نشوف نجيب ال greatest common factor وال LCM least common multiple بتاعنا، نمشي بقى step by step، متفقين؟ طب الفور هتنزل على ايه؟ هتنزل على 2 multiplied by 2. التو التو اخبارهم ايه؟ برايم يا ميس، خلاص يعني احنا كده عملنا لها فاكتورايز. الناين هتنزل على ايه؟ هتنزل على 3 multiplied by 3، والثري والثري برايم فاكتورز، خلصت هي كمان. ها تعالى بص كده، لما تيجي تكتب هكتب الفور ايكوالز 2 multiplied by 2، طب وهكتب الناين ايكوالز، بص بعدت ازاي، 3 multiplied by 3، ما انا ما عنديش كومن فاكتور، ما عنديش كومن فاكتورز بين الفور وايه والناين، مش عندي. طب يلا بقى نبدا نرسم فين دياجرام. فين دياجرام اتفقنا اهم 2 سيركلز وبينهم كومن اريا بالمنظر ده. اظن الموضوع سهل جدا، يعني حاجة بسيطة وسهلة ويعني طريقة جميلة يعني. تمام، انا عندي هنا السيركل الاولانية دي هسميها 4 بتاعة ديجيت 4، والسيركل التانية هسميها 9. انا سميتهم خلاص اهو. طب الفور عندها ايه؟ عندها 2 2، خد بالك ان عندها هي لوحدها مش مشتركة بينها وبين الناين، لوحدها دي يعني هاجي في الجزء بتاعها لوحدها ده واكتب فيه 2 و2 اهو. طب الناين عندها ايه؟ عندها 3 و3 بتوعها لوحدها، برايم فاكتورز بتوعها لوحدها، يبقى انا هخبي الكومن اريا بتاعتي كده وهكتب في الجزء بتاع الناين بتاعتي دي 3 و3 بالمنظر ده. تمام، هو بيقول لك هو عايز منك حاجتين، عايز منك greatest common factor، الكلام ده equals ايه؟ ما عنديش حاجة هنا يا ميس انزلها، ما عنديش حاجة مشتركة انزلها، ما عندكش دي، هتروح تقول له 1، هتروح تقول له ايه 1، عشان 1 common factor for all the numbers. ولما ما يكونش عندك حاجة factors مشتركة في الكومن اريا بتاعتك هتنزل له وتقول له 1. تمام كده. طيب بعد كده، بعد كده هو طالب منك ال سي ام، الكلام ده ايكوالز كل النمبرز اللي هتقابلك في فين دياجرام شدها على تحت واعمل لها ملتبلاي كلها كلها. يلا قابلني 2 و2 اهو، يبقى 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي، قابلني 3 و3 يبقى ملتبلايد باي 3 ملتبلايد باي 3، الكلام ده ايكوالز 2 باي 2 4 4 باي 3 12 12 ملتبلايد باي 3 ايكوالز 36. يبقى من فين دياجرام جبت الجي سي اف وجبت ال سي ام، شفت المنظر بسيط ازاي؟ طيب بعد كده في سؤال هنا بيساله لك، بص كده بيقول لك ار 4 اند 9 اند 9 تو ريليتيفلي برايم نمبرز، ها هل هم طلعوا ريليتيفلي برايم نمبرز؟ احنا اتفقنا ريليتيفلي، احنا اتفقنا كلمة ريليتيفلي برايم نمبرز دي لما يكون الجريتست كومن فاكتور بتاعهم 1، صح ولا لا؟ اه، وهو قال لي فعلا اهو 4 اند 9 ار 2 ريليتيفلي برايم نمبرز. ليه؟ بيكوز اهو بيقول لك واي، بيكوز جي سي اف اوف ذم ايكوالز 1. يبقى كلمة ريليتيفلي برايم نمبرز دي تتعامل معاها لما ما تلاقيش في الكومن اريا بتاعتك نمبرز، نقول عليهم ريليتيفلي برايم نمبرز. لما تلاقي الجي سي اف بتاع النمبرز زي الفور والناين كده 1، اقول عليهم ريليتيفلي برايم نمبرز. واضحه الفكره؟ كلمه هنعرفها ونبقى عارفين امتى بنقولها، امتى بنقولها. تمام، تعال نبص على اكزامبل نمبر 2. هنا بيقول لك فايند جي سي اف اند ال سي ام for each of the following. طيب معايا اول واحدة 8 and 6، طب اوكي 8 و6 اهو. خد بالك بقى ان انا هحل using فين دياجرام. ليه هتحل في فين دياجرام؟ عشان هي الطريقة الجديدة بتاعتنا نتدرب عليها، انت كده كده عارف الطريقة القديمة، فاحنا نتدرب على الطريقة الجديدة بتاعتنا. خلاص، هو طالب منك الحاجتين، خد بالك طالب منك جي سي اف، طالب منك ال سي ام، طالب منك الحاجتين. تمام، يلا نبدا نشتغل على الايت الاول. هتنزل لايه؟ هتنزل ل 2 ملتبلايد باي 4، ال 2 برايم، ال 4 كومبز تتحط في ايه؟
في ريكتانجل انزل من الفور 2 باي 2 خلاص بقوا برايم فاكتورز اهم، يبقى الايت بتاعتك ايكوالز 2 باي 2 باي 2 اهي 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 2 تمام. طب ال 6 هتنزل على ايه؟ على 2 ملتبلايد باي 3. طب ايه الاخبار بالنسبه لل 2 وال 3؟ هما الاثنين برايم فاكتورز يا ميس، خلاص شكرا. انزل هنا اكتب لي ان 6 ايكوالز 2 تحت ال 2 بالمنظر ده اهو تمام ملتبلايد باي ال 3 بعتها بعيد، ال 3 بعتها بعيد، عندي 2 فوق وتحت اهو. اه ده انا كده هي دي ال 2 دي هي اللي هتتكتب في الكومن اريا بتاعت فين دياجرام، هي ال 2 دي. وكده اصلا انا عارف ان هي دي الجريتست كومن فاكتور بتاعي. تعالى بقى نعمل فين دياجرام بتاعنا، التو سيركلز بتوعي اهم تمام، وهنا قلنا عندي ناحيه هسميها 8 وناحيه هسميها 6. السيركل بتاعتي بتاعت ال 8 اهي خد بالك، والسيركل بتاعت ال 6 اهي تمام. اتفقنا الكومن نمبر بتاعي بيتكتب في الكومن اريا، يعني هنا هكتب له 2 تتكتب مره واحده بس مش بكتبها مرتين، معناها انها موجوده عند ده وموجوده عند ده تمام. طب بعد كده ايه اللي عند ال 8 باقي؟ انت اخدت ال 2 خلاص، دي فاضل لك ايه؟ فاضل لي 2 و2، هروح اكتبه في الجزء بتاع ال 8 لوحده بقى هنا، هكتب 2 و2. طب ايه اللي عند ال 6 باقي ما اخدتوش؟ ناقص لي 3، هكتبها في الحته بتاعت ال 6 كده بالمنظر ده. طيب يبقى الجريتست كومن فاكتور ايكوال، وشد لي بقى اللي موجود في الكومن اريا اللي هو 2. طب ال سي ام الليست كومن مالتيبل بتاعك ايكوالز، كل نمبر هيقابلك هنشده على تحت ونعمل له ملتبلاي، قابلني 2 اهي شدها لي ملتبلايد باي، قابلني 2 اهي شد ملتبلايد باي، قابلني 2 كمان اهي اهي ملتبلايد باي، قابلني 3 اهي شدها. كل النمبرز اللي موجوده قدامك جوه فين دياجرام بتشدها على تحت عشان تجيب ال ال سي ام بتاعك، متفقين؟ احسب بقى يلا 2 باي 2 4 4 باي 2 ايكوالز 8 8 باي 3 24. يبقى ال ال سي ام بتاعي لل 8 وال 6 از 24. ال ال سي ام بتاعي الليست كومن مالتيبل بالنسبه لل 8 وال 6 ايكوالز 24. احنا كده خلصنا اول واحده في الكتاب قدامنا تمام. هو حتى كتب لك اهو الجي سي اف ايكوالز 2 والال سي ام ايكوالز 24، لكن هو حلها معاك بالطريقه العاديه. انا حليتها معاك بفين دياجرام عشان لما ينزل قدامك سؤال في الامتحان في فين دياجرام اه لا ده انا اتدربت عليه كتير قوي 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 يعني. طب اللي بعده معايا 2 نمبرز اللي هم 12 و 16، 12 اهو و 16 اهي، وبرده مطلوب منك جي سي اف وال سي ام. وعود نفسك ورقتك وقلمك معاك وانت بتذاكر على طول كده، اخدت قرار هقعد اذاكر شويه ناس هقعد احل، انت ماسك ورقه وقلم في ايديك، انت قاعد بتتفرج على الفيديو وممكن تقول انا هوقف خلاص انا فاهم الفكره انا هحل دي وارجع اقارن الحل بتاعي بالحل بتاع المس. عود نفسك على كده متفقين؟ يلا ال 12 اتحطت في الريكتانجل وال 16 اتحطت في الريكتانجل. ها ال 12 هتنزل على ايه؟ على 2 ملتبلايد باي 6 اللي نزلها على 3 باي 4 برضه هيبقى صح، هتوصلها في الاخر لنفس اللي انا هوصلها ليه 2 برايم وال 6 كومبزيت تمام. كومبزيت اتحطت في ريكتانجل، انزل بقى من ال 6 على 2 ملتبلايد باي 3، ال 2 وال 3 خلاص برايم اتحطوا في سيركلز اهو. يبقى ال 12 بتاعك ايكوال ايه؟ ال 12 ايكوالز 2 باي 2 باي 3 اهي 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 3 تمام. طب تعالى عند ال 16 هتنزلها على ايه؟ هنزلها على 2 ملتبلايد باي 8، ال 2 برايم اتحطت في سيركل، طب ال 8 كومبزيت اتحطت في ريكتانجل هتنزل على ايه؟ على 2 ملتبلايد باي 4 برايم وكومبزيت، ال 4 هتنزل على ايه؟ على 2 ملتبلايد باي 2، خلاص كده كله بقى برايم اهو تمام. هروح اكتب ان ال 16 ايكوالز ايكوالز ايه؟ هتاخد النمبرز اللي موجوده في السيركلز 2 باي 2 باي 2 باي 2. ظبط هنا بقى وانت بتكتب، 2 عندي الاولانيه هي تحت تحت ال 2 ملتبلايد باي 2 تحت ال 2 برضه ملتبلايد باي، هنا في 3 خد بالك يبقى ابعد بعيد بقى ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 2 تمام كده. انا ظبطت الكتابه بتاعتي، يلا نرسم فين دياجرام. طبعا تقدر تحلها من وهي في مكانها كده بس انا بدربك على فين دياجرام اهو، ادي ال 2 سيركلز بتوعي خد بالك
خد بالك كده، انا عندي two numbers اللي هم 12 و 16، يبقى السيركل دي بتاعت ال 12 والسيركل اللي جنبها دي بتاعت ايه؟ بتاعت ال 16. متفقين؟ طيب بعد كده هنكتب اللي في الكومن اريا بتاعتنا الاول، الحاجة المشتركة بين ال 12 وال 16. عندي 2 و 2، هروح اكتبها 2 و 2. طب مين بقى عند ال 12 لسه وما اتكتبش عشان اكتبه في الحتة بتاعت ال 12؟ ال 3. مين عند ال 16 لسه وما اتكتبش مش كومن؟ ال 2 وال 2، هكتبهم اهو عند ال 16. طب كده خلاص هعرف احلها. اه خلاص، ده هو فين دايجرام خلصها معاك. بص كده، انا عايز greatest common factor، الكلام ده equal، هاجي عند الايه؟ عند الكومن اريا واعمل لهم ملتبلاي، اشدهم على تحت واعمل لهم ملتبلاي في الكومن اريا بس، الجزء المشترك بس، يعني 2 ملتبلايد باي 2، الكلام ده equals 4. طب عايز الليست كومن مالتيبل ال سي ام، الكلام ده ايكوالز، هشد كل النمبرز اللي هتقابلني في فين دياجرام وانزلها لتحت واعمل لها ملتبلاي، كل ما يقابلك نمبر شده. 3 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 2. يبقى الفكره بتاعتك كلها لو انت كتبت النمبرز بتاعتك في اماكنها صح جوه فين دياجرام، خلاص انت حليتها صح، ما عندكش اي مشكلة، تكتبها صح تحلها صح. يلا نعمل ملتبلاي 3 باي 2، 6 باي 2، 12 باي 2، 24 باي 2، يبقى 48. جبنا ال LCM بتاعنا. تمام كده، واضحة الفكرة يا شباب؟ مفيش اسهل من كده. حط الارقام بتاعتك في اماكنها صح هتحلها صح. طبعا هنا جوه كتابك هو مدي لك الطريقتين، احنا عملنا بطريقه فين دياجرام عشان لو هي نزلت لك في الامتحان وحدد لك كده، اصل دي الطريقه الجديده بتاعتك وقال لك اشتغل لي بيها، يبقى تمام. لو نزلها لك رسمه وبيقول لك طلع لي منها بقى الجريتست كومن فاكتور او الليست كومن مالتيبل، هتعرف تتعامل. تمام، وهنا طبعا ده المنظر الاساسي اللي انت متعود عليه لما بتجيب الجريتست كومن فاكتور، بشد بس ايه النمبرز المشتركه بين التو نمبرز اللي انا بشترك معاهم، اللي انا بحل معاهم يعني. تمام، ال 12 وال 16 المشترك بينهم ايه؟ ال 2 وال 2، فنزلهم على تحت اهوت. تمام، الكومن فاكتورز بتاعتهم 2 باي 2 ب 4، ولما جيت اجيب ال LCM شد كل النمبرز اللي قابلته نزلها وعمل لها ملتبلاي طلع له 48. طيب تشيك يور اندرستاندينج، يلا برضو عايز منك فايند LCM GCF فور ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز، معاك 10 and 15، اوكي 10 و 15، ال 10 يعني ايه؟ يعني 2 multiplied by 5، ال 2 وال 5 اخبارهم ايه؟ برايم، خلاص خلصانه، يعني ال 10 equals 2 multiplied by 5، كتبتها اهي. طب ال 15 اخبارها ايه؟ يعني 3 multiplied by 5، اخبارهم ايه 3 وال 5؟ برايم يا ميس، حطه في سيركلز، هروح اكتب له ال 15 ايكوالز. ها خد بالك عندك 5 اهي هتتكتب تحت ال 5 ملتبلايد باي، وال 3 اتزقت بعيد. عندك 5 موجوده فوق وايه؟ وتحت زي ما انت شايف، عندك 5 موجوده فوق وايه؟ وتحت، خلاص؟ طب ابدا بقى ارسم الفين دياجرام بتاعك، ادي السيركلز بتاعتي اهي. سيركل بتاعت ال 10 وسيركل بتاعت ال 15. الكومن فاكتور بتاعك اللي هو 5 هيتكتب في الكومن اريا بالمنظر ده. تمام، طيب ال 10 ناقص لها ايه؟ ما اتكتبش، ناقص لها 2، هيروح يتكتب في الجزء بتاع ال 10 لوحدها. طب ال 15 ناقص لها ايه؟ ما اتكتبش، ما احنا كاتبين ال 5 اصلا اهو عند ال 15، ناقص لها 3 هتتكتب في الجزء بتاعها لوحدها. تمام، طيب greatest common factor الكلام ده equals GCF، موجود عندك ايه في الكومن اريا؟ موجود 5، يبقى هقول له equals 5. least common multiple LCM equals، كل النمبرز اللي هتقابلك هتشدها على تحت كلها كلها، قابلني 2 اهي multiplied by، قابلني 5 multiplied by، قابلني 3، كل اللي قابلني شديته على تحت، 2 by 5 10 10 by 3 30، جبت ال LCM جبت ال GCF بتاعي. وبرضه هقول مفيش اسهل من كده، سهله قوي، انا شايفاها حقيقي سهله يعني، بس يعني ارجوك لو انت شايفها سهله زي ما انا بقول كده
امسك الورقة والقلم وحل بإيدك. practice يا شباب، تمام؟ ممارسة. طب بعد كده مديلك في check your understanding two numbers تانيين اللي هما 25 و 28. يلا نشتغلهم هم 25 و 28. وادي الريكتانجلز بتاعتي. 25 هتنزل على 5 multiplied by 5 وهما الاتنين كده prime factors. طب 28 هتنزل على 4 multiplied by 7، صح كده؟ 7 برايم، لكن ال 4 كومبوزيت لسه هتنزل على 2 باي 2، وال 2 خلاص بقوا برايم فاكتورز. ابدا رص النمبرز بتاعتك. ها 25 ايكوالز 5 باي 5، 28 ايكوالز 2 باي 2 باي 7. عندك حاجه مشتركه تكتب تحتها؟ ما عنديش، يبقى هروح اكتب بعيد 2 ملتبلايد باي 2 ملتبلايد باي 7، تمام؟ 2 باي 2 باي ايه؟ باي 7. ابدا ارسم فين دياجرام بتاعك. ادي التو سيركلز بتوعي اهم، بس انا ما عنديش حاجه بينهم مشتركه يا ميس، يبقى الكومن اريا دي هتفضل فاضيه. الكومن اريا بتوين ال 25 بتاعتك وال 28 دي هتفضل فاضيه. طب تعالى عند 25، عندي 5 باي 5 هكتبها في الجزء بتاع ال 25 ده، يبقى 5 و 5. طب ال 28 عندي 2 و 2 و 7 هكتبهم عند الجزء بتاع ال 28، 2 و 2 و 7 بالمنظر ده. طيب يبقى كده ال greatest common factor بتاعك equals، اوعى تقول لي مفيش، ما هو هنا فاضيه اهو، يبقى هقول له 1. مدام مفيش greatest common factor برد عليه اقول له 1، برد عليه اقول له ايه؟ 1 relatively prime numbers. 25 و 28 كده اتعامل معاهم انهم relatively prime numbers. طب بعد كده انت عايز تجيب ايه؟ عايز اجيب الايه؟ ال LCM least common multiple. كل النمبرز اللي هتقابلك شدها على تحت كلها او، يعني 5 multiplied by 5 multiplied by 2 by 2 by 7. وابدأ اشتغل بقى كده ايه؟ شوف هتحلها ازاي. 5 by 5 25، 25 by 2 50، 50 by 2 100، 100 by 7 700. يبقى least common multiple بتاعك equals ايه؟ 700. واضحة الفكرة يا شباب؟ ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.